عندنا ملاكمة محترفة، إحياء ملاكمة محترفة، هي القاطرة اللي باش ترفع من مستوى الملاكم الهاوي في عدة مجالات. وتوا هذايا معناها مش اليوم معناها باش نسردوهم، لكن الملاكمة يعرفوا أهل الملاكمة اللي الملاكمة المحترفة هي قاطرة باش ترفع من مستوى الملاكمين والملاكمة ككل. كل الملاكمين اللي مروا على الجامعة التونسية للملاكمة، سواء ملاكمين سواء مدربين سواء معناها هذم الكل، باش معناها لازم تتجمع المعلومات هذيا والبيانات هذيا الكل ويتحطوا في باش نعرفوهم. وكل بطاقة إرشادات حياتهم الخاصة، شنو هي مشاكلهم الاجتماعية، الأثناء هذايا مع كلمة ذاك هو لم الشمل نتاع المدربين المهاجرين سواء مشاو بطرق شرعيه ولا بطرق غير واحده ذي الكل، بالنسبه للناس اللي موجودين خارج ارض الوطن يلزمنا نعرفوهم، نعرفوا حالاتهم، نعرفوا حدا ذي الكل. ونحن نعرفوا فما حالات اجتماعيه كما ذكرنا فتني رحمه اللي هو اعطى للملاكمه التونسيه من ناحيه التحكيم، هو نور الدين عدالو، كي حسن بوغامي زاد نفس الشيء، برشا برشا ابطال، برشا معناها ابطال. اش معناتها ابطال؟ حتى في التحكيم، راهو التحكيم وقت اللي يكون موجود في معناها على الاتحاد الدولي والناس فهمتني معناها عاطينه قيمه. نحن زاد نحن الشيء هذايا باش نعاودوا احياء الذكرى هذه لبطالنا في جميع المجالات، سواء التدريب سواء التحكيم سواء ملاكمه. الملاكمه التونسيه كان نحبوا نكرهوا هي افقر 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 وحده، الجمعيات ما عندوش حتى وسائل باش وحده. نحن حاولنا مش جمعنا توا يعملوا في المكتب الاداره الفنيه قاعده تزور في الجمعيات الكل وتاخذ في قاعه بيانات شنو الحاجيات اللي التدخل السريع بالنسبه للمكتب الجامعي، بالنسبه باش ينجم على الاقل وسائل العمل اللي باش يخدم بهم، مقفزات وبروتيج دون والسيكان وحده ذي الكل. وهذا اللي سمعناه المره الاخرانيه مع المدربين، معناها يعانيوا في معاناه كبيره ياسر من ناحيه اللوجستيك. في السنغال ترشحوا زوز بنات اللي هي خلود الحليمي 57 ومريم الحمراني 60، هذا ما ترشحوا للعب الاولمبيه اللي مش صار في طوكيو. بقات فما تاهيليه باش بقيت روبيشاج، هذوما هي في القارات الكل فما 53 ملاكم، 32 بوكسور معناها ولد، و21 طفل. كانت مش تصير فيهم بطوله عالم في فرنسا باش يلتحق. ونحن العناصر كما بلال المحمدي وامال الشابي وعزيز التويتي ومعناها ثلاثه اولاد وطفله، معناها نحضروا ما بين قدم وساق، ونحن عاملين لهم تحضير كلي بمعيه الزوز بنات المترشحات. البارح تصدمنا في الدوكو معناها واحده اللجنه الدوليه الاولمبيه الغت البطولة العالم. قدرة ربي سميع العليم نكونوا على قدم وساق هما توا، وان شاء الله يا ربي ننورونا وننوروا تونس باش يطلعوا على البوديوم، على خاطر هما توا ولله الفضل مؤهلين. ونحن بقدرة الإله ان شاء الله يا ربي نكونوا زوز بوديوم موجودين، يلتحقوا بالزوز اللي مصورين بحذاكم، يلتحقوا خلي معناها بالنسبه للبنات. ان شاء الله زوز ملاكمات هاي بحذانا واحده، ان شاء الله زوز ملاكمات ينورونا ويكونوا هما جاي في البوديوم، وربي يوفق الناس الكل.